اتاخد عليكي حاجه تانية لما هاجمتي تعدد الزوجات. اتقال انه في زوجات هي زوجه تانيه، فلما قلت ان ده في انتقاص من قيمه او قدر المراه، هما شعروا بالاهانه. انه شوفي انا اكيد بمجتمعنا في حالات معينه، في بيكون وضع اقتصادي معين، وضع اجتماعي بيضطر المرأة أنه هي ترضخ لحالها، وأحياناً وضع عاطفي كمان ممكن. بس في أوقات يعني الفكرة بالتعدد أنا بحس أنه بتشوفيه مهين، بشوفه مانو منطقي. مانو منطقي ليش؟ يعني الفكرة أنه ليش؟ فهي ولن تعدله، ولن يعني عرفتي شو؟ ما بدي افتي لحتى هلا ما يطلعوا الاخوه يقولوا لنا عم تفتي، بس المنطق بيقول هيك حسب اللغه انه ما بحس انه هذا الشيء منطقي ابدا انه يكون في 1 2 3 4. هي ما بصير يكون في ارقام، انا يعني انا مو رقم، انا انسان. انا ما بصير يكون في مثلي بدائل، يعني انا يا لا بكل بساطه. ما بتوقع انه هذا الكلام مهين للمراه، لانه ما في مراه بالعالم مهما كانت رائعه وعظيمه تقبل انه زوجها، او مو بتقبل، بتكون سعيده اذا زوجها تزوج مهما كانت بتحبه مهما كانت عظيمه. لانه بالاخير هذا حب، وهي شخصين، وهي حاله رباط مقدس. والحب لا يقبل القسمه على اثنين ابدا، هذا الحب كيف الزواج طبعا. بس طبعاً. وقتها انت لما قلتي ده، لما قلتي ان الجمع بين الزوجات مهين، في ستات تاثرت وزعلت لانه كانوا بيحبوكي جدا. انا بعتذر منك. وكانت سلاف ليها شعبيه كبيره في مصر وما زالت طبعا بعد. اكيد لا انا بعتذر اذا هذا الشيء. انا بالعكس هن اكيد مثلي بتوقع بداخلهم، بس ما عندهم الجرأة انه يقولوا هذا الشيء. اكيد هو مو إهانة بقدر ما هو احترام للمرأة نفسها. بتوقع كل مرأة سمعت هالحكي حتحس فيه، لانه هذا وجع عندها، لانه مستحيل انسان يقبل لا بالحب ولا بالزواج ولا بأي شيء شريك.